كان هدفي في البدايه ان انا اعمل حاجه تكون مختلفه عن يعني الزراعه في الارض المستديمه. بدات ان انا اشتغل على زراعه الاسطح. طبعا يعني زراعه الاسطح موجوده من اكتر من 20 سنه، بس انا حبيت ان انا اعمل حاجه مختلفه تكون يعني عن النظم اللي كانت مستخدمه قبل كده قوي. فبدانا ان احنا نزرع في الزراعه في الاسس او الاكياس الزراعيه، والحمد لله وصلنا فيها لنتائج الحمد لله مبهره جدا، واللي احنا شفناه طبعا من الناس والرد فعل الناس، فكان الحمد لله كان بسطنا جدا. احنا الفتره اللي فاتت كانت فتره تجارب، يعني زرعنا محاصيل كتير جدا، يعني مثلا زي الفراوله اللي معانا دلوقتي، وزرعنا الفلفل وزرعنا البتنجان، زرعنا الخيار وزرعنا البسلة وزرعنا البصل، يعني يعتبر اغلب محاصيل الخضر فهي بتنفع نزرعها في النظام ده. المشاكل في الزراعه او الحاجه يعني اللي احنا بنحتاج فيها معلومات اكتر وشغل اكتر اللي هي الحاجه المثمره، تمام؟ اي حاجه بتنتج ثمره فاحنا بنحتاج فيها شغل اكتر، ويكون يعني نمشي على نظام معين وعلى سيستم معين. اما بالنسبه للورقيات فدي اسهل حاجه، والاغلب اللي يعني الشعب المصري كله بيعملها في البلكونات او على الاسطح، بتبقى اسس مثلا نعناع، اسس جرجير، حاجات اللي هي بسيطه كده، الخضروات اللي هي البسيطه، فده بتنجح مع اغلب الناس يعني. مشكله كبيره جدا زي مشكله التلوث البيئي، مشكله زي مشكله استهلاك المياه كتير، ده احنا برضو بنرشد فيه استهلاك المياه لان الري فيها بالتنقيط. ان شاء الله البلان اللي احنا حطيناها يبقى فيها ري اوتوماتيك، فاحنا نوفر فيها على قد ما نقدر استهلاك المياه. كتكلفه لا احنا بسيطه جدا، في مثلا مبيدات معينه وحاجات مشهوره اللي هي فتره البي اتش اي بتاعتها قليله، فاحنا كنا بنستخدم ده، فده افضل حاجه يعني. وان شاء الله البلان اللي احنا حطيناه ان شاء الله يبقى كل الانتاج بعد كده اورجانيك. كل اللي طالبينه ان الناس بس تدعمنا، نلاقي دعم للفكره من الدوله بس، وده اللي احنا طالبينه من الناس. وان شاء الله احنا يعني يعتبر حلينا كل المشاكل، الحاجات والامكانيات اللي موفره معانا من الافكار وكده، ان شاء الله تاهل ان الفكره تنتشر بشكل يعني يكون كويس باذن الله. والله حلمي ان انا اوصل ان انا اطبق البروجكت ده على اسطح مصر كلها. الله 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 على الاعمار اللي بيتم في حياتنا وفي بيوتنا. تخيلوا كده لو اسطح البيوت والعمارات كلها عباره عن زرع، مش بس شكل جمالي حلو وراقي، لا كمان مثمر. لما تكون زراعات مثمره، فاكهه وخضار وحاجات تفيد الناس وسكان العماره، انا شايفه الحقيقه ان دي حاجه في منتهى الجمال. الفكره يمكن ما تكونش جديدة، لكن الجديد هو العزيمة والإصرار إن زراعة بيتنا تكون مبادرة موجودة في كل بيوتنا، وده اللي بندعو بيه الناس كلها إنها تحاول تفكر جدياً في هذا المشروع أو هذه المبادرة الرائعة. واللي عرفتنا على المبادرة هم زميلاتي حبايبي هويدا يحيى وشروق الخطيب، اللي بشكرهم طبعاً إن هم عرفونا على باشمهندس حسام.